على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تم تحرير مدينة الباب بعون الله تعالى ولله الحمد والمنة على أيدي أبطال درع الفرات، والآن يقوم قوات درع الفرات بتمشيط المدينة وما حول مدينة الباب من زرع الألغام الغدر داعش. وهناك بعدما تم تحرير مدينة الباب، أخواننا المدنيين المتواجدين في مدينة الباب الآن يقوم درع الفرات بتأمين ما هو مستلزم للمدنيين، ومن إغاثة ومن ماء ومن دواء، ومنهم من يقومون الآن بالعودة إلى المدينة. أما اليوم صباحا قد توقفنا عن دخول المدنيين إلى مدينة الباب بسبب موضوع الألغام، حرصا على سلامة المدنيين وأمن البلد. والآن نقوم بتفكيك الألغام من كافة مدينة الباب، ومن بعدها تدخل الآليات بتنظيف الشوارع من مخلفات الدمار التي كانت أسبابها داعش الغدر. ومن ثم نقوم الآن بتأمين مستودعات الطحين والحنطة التي كانت تحتكرها داعش، التي هي الآن من وقود هذا الشعب، ونقوم بتأمينها خارج مدينة الباب على أطراف المدينة حرصا على هذه المادة. ومن ثم بعد تأمين مدينة الباب بشكل كامل نقوم بعودة مادة القمح والطحين وتفعيل الأفران حتى تعود الحياة الطبيعية، ويعود المدنيين أخواننا من خارج مدينة الباب ما حول مدينة الباب، ومن أخواننا السوريين من أهالي مدينة الباب المتواجدين في تركيا في عودتهم إلى بلدهم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.